Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui est une analyse de l'incipit de Candide ou l'optimisme de Voltaire en 5 minutes. Donc, c'est quoi l'incipit? C'est tout simplement le premier chapitre de tout roman ou bien de tout conte. Toujours le premier chapitre ou bien la première page constitue ce qu'on appelle l'incipit. Voilà, le texte, il est là et comme il est trop long, je vous laisse le lire, bien sûr. Ce serait mieux dans le livre. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans l'incipit? Ou à quoi sert l'incipit? L'incipit, il présente le lieu, bien sûr, de l'action. Ici, dans Candide ou l'optimisme, il nous présente le lieu où va commencer l'action. C'est le château de Thundertentron en Westphalie, une ville qui se trouve en Allemagne. Bien sûr, c'est le château de Monsieur le Baron. Voilà. Et on a aussi la présentation des personnages. On commence par le personnage le plus, on peut dire, le plus vulnérable, le plus faible, le maillon faible dans cette histoire. Il s'appelle Candide. C'est un jeune garçon doux, ayant un esprit simple. Cette douceur et cette simplicité se voient sur sa physionomie. يعني تيبدا الكاتب بتقديم الشخصيات تيبدا لينا بكونديد اللي هو واحد لو جون واحد الشاب يعني اجي تقريبا ب 17 عام كان عنده واحد زعما واحد العقلية بريئة وبسيط في التفكير ديالو وبريء فوالا وهذيك البراءة وديك البساطة تتبان على الوجه ديالو. وعندنا مسيو لو بارون اللي هو واحد من النبلاء، هو ديجا لو بارون هو راه اون كلاس سوسيال، يعني واحد الفئة من النبلاء تتسمى بارون وبارون. هو لو ماتر دو شاتو دو تندر تنتران، يعني عنده هاد لو شاتو كي سابيل تندر تنتران. ديجا هاد لو مو هذا او بليتو هاد السميه هادي بيزار في النطق ديالها، يعني هذا من لو بوت ديال فولتير باش يبين بان الناس زعما واحد القصر ماشي تلهيه. وهاد مسيو البارون سي ان نوم اورغويو، يعني فيه العجرافه وحاس براسو وما عرفتش شنو، سورتو يعني في واحد التكبر وتيقول بان عنده قصر، الوغ كو فاش يدخل القصر ديالو تيبان لك بان راه بحال تتم فيه شويه ديال الفقر، لان ماشي كاين بعض النبلاء كانوا تيبانوا لاباس عليهم، ولكن هما راه ما بقاش عندهم الثروه ديالهم، بقى عندهم غير المظاهر تاع الثروه، باقي القصر باقي هذا، ولكن ما بقاش عندهم الثروه فريمون كيما خاصها تكون، ولكن تيبقاو ديما محافظين على ديك المظاهر الخارجيه باش يبانوا قدام الناس راهم باقين وباها. وكاينه مدام لا بارون حتى هي فيها العجرفه والتكبر، ولكن هي باش كتكبر. الا كان لو بارون تيتكبر بالقصر ديالو وتيقول لهم جي ان شاتو اللي عنده اون بورت دي فونيتر، يعني عنده باب بحال الديور العاديين تما راه عندهم باب ونوافذ. مدام لا بارون هي باش كانت تتباهى بالغلط ديالها، باسكو سيتي اون فام اوبيز، وكانت تحبلها راه الناس تيحترموها، قد ما غلط عادي تزيد الاحترام ديال الناس ليها. هنا تو سامبلومون تيبغي يوري لينا فولتير بان هاد النبلاء تاع ديك ليبوك ديالو زعما البعض منهم كانوا ناس يعني نقدر نقول تافهين في التفكير ديالهم، عندهم واحد التفاهة في التفكير ديالهم، رغم انهم كانوا ناس زعما نبلاء ولكن كانوا تافهين، لان ما كانش عندهم شي تكوين ولا ما كانوا تيتباهوا غير بالتخربيق بالحوايج الماديه، او بلوتو هنا ماشي تاع حوايج ماديه، بحوايج زعما سورياليه ما عندها حتى علاقه، بحال هذه اللي تتباهى باللوبيزيتي ديالها بالغلط ديالها. وكاينه بنتهم سميتها كونيغون، حتى هي من نفس لاج ديال كونديد، وكانت زعما واحد البنت هي غليوضه وداكشي. وكاين لو فرير دو كونيغوند اللي كان نقدر نقولو بحال لو بورتري كراشي دو سون بير، يعني تيشبه الباه في نفس العجرفه نفس التفاهه. وعندنا واحد البيرسوناج عايش معاهم في القصر سميتو بونغلوس، سي ان بريسيبتور. كاسكو سي ان بريسيبتور؟ يعني كانوا ديك الساعه في دوك الوقت الناس اللي تيكون عندهم لي بالي ولا القصور
في عوض ما ولادهم يبقاو يمشيو للمدرسة ويجيو، تيجيبو ليهم واحد المعلم تيبقى يقريهم في الدار. غير هو حيك هاد الباغون ني با تري ريش، معدوش باش يخلص فريمون ان بون بريسيبتور، جاب هاد بونغلوس بلا زعما يوكلو بارك عليه، او بدا يدير، لانه هاد بونغلوس براسو واحد الاستاذ ان بو فو، لان عنده بحال عنده فكره واحده في راسو، هو انه اون في دون لو ميور دي موند بوسيبل، يعني اننا عايشين في واحد احسن العوالم اللي تقدر زعما تكون، بحال زعما حنا عايشين في لو باغادي، ورغم داك لانجستيس، رغم زعما داك الحروب، ورغم داك الفقر اللي كاين، وديك لا سوفرونس، وديك زعما الصعاب اللي كاينه في الدنيا، تيقول لك ما داكشي كيف والو، رغم ذلك احنا في احسن العوالم، بحال حنا راه في كنز، في بيتون باغادي فين عايشين. ولو كان هاد تيعطي الكينيغوند وتيعطي الكونديت، سورتو كونديت، انه تاثر به، تيعطيه هاد الافكار هادي بان لو مال ما كاينش، يعني داك زعما الشر ما كاينش في الدنيا، كاين على الخير، كاين غير الخير صافي، ما كاينش. راه تشوفي واحد تيقتل واحد تقولي اه راه تيقتلو نيت شي حاجه مزيانه، دونك تيلمون ما حيليه من الدماغ ديالو راه كاين الشر. و الا جينا نشوفو شنو هو لوبجيكتيف دو فولتير دون سيت انسيبيت، هو لا ساتير دو لا نوبليس، يعني تينتقد هذيك النبلاء تاع العصر ديالو، لانهم تيشو بان عندهم واحد العجرفه مبنيه على التفاهه، بحال هذاك الشيء اللي قلنا في الاول، قلنا مدام لا بارون زعما عاجبها راسها، تتحب الناس، راه قد ما غلطت الناس عادي يزيدوا يحترموها، ولو بارون كان من بين الحوايج عاوتاني انه تتحب القصر ديالو اللي فيه باب وفيه شراجم، كانت كذلك يساتاش او بريفيليج، يعني باش يبين للناس راه باقي اباها، باقي تيدير لا شاس، تيمشي تيصيد، تيمشي عنده واحد لا شابيل في الدار بريفي، يعني داير لاكليز ديالو بوحدو، ما يمشيش هو يتخالط مع الناس في الاكليز اللي تعامت الناس، يعني تيبقاو محافظين على واحد المظاهر اللي تتخدع الاخرين، بحال هما راه باقي لاباس عليهم، هما في لو فون ديالهم في حقيقتهم راه صافي، راهم اون فايت، يعني راهم ما بقى عندهم والو، راه يحاولوا صافي. وعندنا عاود تاني من بين الحوايج اللي عندنا في هاد لاسيبيت، عندنا لا كريتيك دو لا فيلوزوفي دو ليبنيز. هاد ليبنيز كان واحد الفيلسوف الماني، وهو اللي كان تيبريشي، يعني تيقول للناس بان لو مال راه ما كاينش، يعني الشر ما كاينش، واخا داك الشر اللي تنشوفو في الحروب ونشوفو اوتور دو نو، يعني لا لا زعما لانجستيس ولا الفقر ولا المآسي وداكشي، داكشي راه مزيان، خاصو يكون، خاصنا نقبلوه، من عمرنا اون دو با سوبوزي دو كيستيون، يعني كلشي نقبلوه زعما، تيلمون هاد لا فيلوزوفي الي اوبتيميست، حتى ترد الواحد انه باسيف، يعني تيولي عاتي يشوف انه يقبل كلشي، وهذا هو اللي تيكريتيكي زعما كون بليتو فولتير، انما هاد لا فيلوزوفي ما مزيانش، لان ما تتخلي الانسان تيقبل كاع الشر اللي كاين في الدنيا، سواء اللي تيشوفو اللي تيوقع ليه، زعما تيولي يقول صافي راه بيه خير، ما عليهش اللي وقع شي حاجه، زعما سي فغي، حنا بحالنا حنا دابا لي ميزولمون تتصبي عندنا هاد الفكره ديال الحمد لله، واخا الواحد ما تيوقع ليه تيقول الحمد لله، لان ديك الحمد لله تخليك انك ماشي انك باسيف تو اكسبت تو، ولكن انك زعما تتاكسبتي سكي تاريف، و ابخي تو شيرشي اون سوليسيون، هذا هو حنا اللي عندنا زعما اون طوكو ميزيلمون، ماشي بحال يا ابنيس اون فا دير او زوتر يفو تو اكسبتي، نو بوزي جامي دو كيستيون، نو دي جامي بوركوا كومون، لا، ولكن تتخليك انك باش في داك لو مومون تصبر، و ابخي تو رياجي، تو رياجيرا بيان سور و تروفي اون سوليسيون. وكان هاد بونغلوس هو اللي يعطي هاد يعطي لهاد سميتو هاد لا فيلوزوفي، يعني ان فولتير ما عجبوش الحال، لانه الى في دو كونديد ان اسبري نايف اي تخوا اي كريدول، يعني رجع داك كونديد اللي هو كان ليليف ديال بونكلوس، رجعو بحال قلتي انسان ساذج، وعنده واحد العقليه ضيقه، وتيطيق في اي حاجه.
وإلا بغينا نبوزيو لا كيستيون اشنو هي السخرية و بيان لا ساتير، لا ساتير دو فولتير باس باغ لومور نوار اي لو كوميك. دابور il décrit les atrocités comme s'ils étaient tout à fait normales. هذا هي السخرية عند كونتيت، كيفاش يستعملها يعني نشوفو في لي شابيتر ديال هاد الكونت، ان بارفو تي ديكريفي لينا يعني تيوصف لينا واحد الحروب اللي وقعوا فيهم، واحد زعما واحد الجرائم دمويه، وتيوصفهم بواحد الطريقه تيقول لك هادشي عادي راه تيوقع، وهادشي خاصو يكون، وهادشي زعما هادي هي ديجا ديك لوفيت ان الواحد تكون عنده داك ليسبري ديال زعما ديال ليبنيز، انه يفو اكسبتي تو، يفو تو اكسبتي. هو فولتير نو تيقول لك لا، يفو شيرشي اون سوليسيون، يفو ايفيتي سولا، شيرشي كومون ايفيتي هاد لا سوفرونس هادي، علاش ناكسبتيوها. وبيان سور تيدير هادشي في واحد القالب سخري ديال السخريه وداكشي، باش يدفع لو ليكتور، باش زعما يبدا يحط اسئله يقول لا ولكن كوميم هادشي راه اتخوس، هادشي راه زعما خطير. فوالا، الوغ الا بغيتو سوجي على لوبتيميزم او بيان على لونسينيومون دوميسيل او بيان تعليم عن بعد، بويسكو هنا عندنا دو سوجي اللي نقدروا زعما اكسبلواطيوهم، هما لوبتيميزم اللي ضده فولتير اللي هو اكسبتي تو اتر توجور اوبتيميست، اسكو سي بوزيتيف سي نيجاتيف، ولا كوم ايسي بويسكو بونغليس ات ان بريسيبتور يعني ان معلم تاع الدار، يعني واش نقدروا نهضروا على التعليم عن بعد. وهاد لي سوجي بجوجهم راه كاينين في لا شين ديالي، فو بوفي تابي لو بلايست لو فرونسي افيك ميكس توتوس اي فو زوري لا ليست دو تو لي سوجي. فوالا، merci, à bientôt, et n'oubliez pas de me laisser des suggestions sur toutes les activités ou bien les sujets ou bien les leçons que vous voulez que je vous présente dans ma chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.